موسم 2006 و2007 توليت قيادة الأوركسترا السيمفونية الوطنية العراقية في وقت عصيب جدا وأحداث سياسية مؤلمة بشكلها الأوسع والأشمل. لذلك كان التحدي تحدي كبير. خطتي كانت لصوت الإنسانية لكي يصل إلى العالم أجمع من خلال تقديم موسيقى الشعوب وموسيقى العالم في بغداد في منطقة الجامع النوري. كانت تجربة مهمة جدا. رسالة كانت أن هذا المحفل لن يكون محفلا للقتل والدمار والترهيب، وإنما سيكون هناك تواصل فكري وتواصل إنساني من خلال حفاظ على الهوية الثقافية والإنسانية والدينية حتى. الرسالة واضحة أن صوت المدافع والقتل والحوائط الكونكريتية لن يكون أقوى من صوت التشيلر أو صوت الموسيقى. كان لدينا أعداد من ناس تم فسح المجال لها لكي تكون ضمن حالة التواصل النفسي مع الفنون العالمية، واختارت ابتعاد عن لغة السلاح وترهيب إحساس مليئا بالعمق بإمكانية التغلب على مسببات المشاكل من خلال تأثير الصوت على الجهاز العصبي وبشكل إيجابي وملموس.